هذا الترحيب الذي ذكرت بالحكومة الشرعية وعودتها بشكل كامل إلى محافظة عدن، هل سيكون أيضا ترحيب بكل اليمنيين؟ أو بمعنى آخر، الآن تم نقل البنك المركزي والمركز المالي من صنعاء إلى عدن، وهناك بالتأكيد مصالح كبيرة لرؤوس أموال، ويعني لهم علاقة كبيرة من المحافظة الشمالية بعدن. هل ستكون عدن مفتوحة فعلا لكل اليمنيين؟ أيضا إدارة البنوك سيتم يمكن المركزية نقلها بشكل مباشر إلى عدن، هل يعني ستفتح عدن أبوابها للجميع دون استثناء؟ المحافظ الزبيدي أكد في حديث قبل أيام أن عدن مفتوحة لكل اليمنيين، وهذه حقيقة واقعا. أنا أتحدث إليك من مدينة عدن، وفيها عشرات الآلاف من الأشخاص من المحافظات الشمالية يعملون في مؤسساتهم الخاصة، يعملون في وظائفهم الحكومية، يمارسون حياتهم بشكل طبيعي. لذلك عدن ليست مدينة عنصرية التي تطرد الآخر، وأنا شخصيا لست مع أي توجه لطرد أي شخص، نعم. ليس حتى يمني أو ربما عربي أو ربما أجنبي. المدينة مفتوحة، عدن وعرفت خلال السنوات الماضية العقود الماضية بأنها مدينة مفتوحة. لذلك نعم، هذا ما نتمناه استاذ فتحي، لكن اسمح لي يعني حتى نضع النقاط على الحروف. استاذ فتحي اسمح لي يعني في هذه الجزئيه قبل ان اعود للدكتور نجيب غلاب في هذه الجزئيه فقط ونغلق هذا المحور. كما تعلم هذه المزاج الذي تحدثت عنه، وانه عدن مفتوحه وتقبل الجميع وكل يمارس مهامه ويعني اشغاله بشكل حر ولا يقصى فيها أحد، لكن كما تعلم هناك أيضا ما يسمى بالحزام الأمني يمنع دخول أي شخص من المحافظات الشمالية، حتى من يذهبون للعلاج أو للسفر يخضعوا لموافقات معينة أو إرسال تذاكرهم، فما بالك بالذي يبحث أو يريد أن يمارس أشغال أو يعود إلى عمله في عدن؟ هذا يعتبر من المستحيل. هذا ربما حدث خلال الأشهر الماضية، لكن أجزم لك أنه حاليا الكل يمر بنقاط التفتيش بشكل طبيعي، وربما هناك إجراءات أمنية عادية بخصوص المشتبه بهم، والكثير تم إلقاء القبض عليهم وتبين أنهم عناصر في جماعة الحوثيين.